بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاستاذ حمد ابراهيم ابو زيد مصطفى، موظف شركه مياه الشرب والصرف الصحي بعسور، اعمل بوظيفه كبير فني منظمه غاز الكلور. انني تقدمت بعده ملفات فساد، والهدف هو محاربه الفساد. مخازن وفي تلاعب في منطقه وفي ملفات فساد بالادله والمستندات وملفات مواثق ومدعومه بتقرير جهاز المركز المحاسبات بان التلاعب في منطقه الشرق بخصوص الايرادات والفواتير والعدادات، ودي ما فيه ملفات يعني تحت اشراف اداره مكتب بحث المال العام.